أنا وبس ما عم نرسم لوحات كتيرة لكل الأماكن المختلفة اللي منحبها. زاد عندي فكرة. خلينا نحط لوحاتنا محل حلو ونعمل معرض فني كبير كتير عشان كل أصحابنا يقدر يشوفوها. معرض فني كبير؟ فكرة حلوة. خلينا نبلش. ها؟ شكله زاج الطيور سمع عن معرضنا. احنا لسه مو مستعدين. لازم بالأول نخلص رسم لوحاتنا. يلا نرسم كمان لوحات لمعرضنا الفني الكبير. وخلصت. هيك بكون رسمت لوحتي الثانية. انت زاد؟ تقريبا. ها؟ خلصت. وهلا وين نحط لوحاتنا الأربعة حتى جاجة والطيور يقدروا يشوفوهن؟ لوحاتنا ما رح يوسعوا كلهم على لوح الخشب، عشان هيك لازم نلاقي مكان تاني. نقدر نحطهم على العشب. بس على العشب يمكن يتوسخوا. شو رأيك نحطهم على الكراسي بالحديقة؟ بس ممكن حدا يقعد عليهم بالغلط. جاد، وين بدنا نحط لوحاتنا؟ في عنا مشكلة. لازم نلاقي محل نحط فيه لوحاتنا لحتى الكل يقدر يشوفهم. مرحبا بسمة. مرحبا جاد. أنا قرقور المشهور وصلت. أهلا قرقور. إحنا عم بنجهز العرض لوحاتنا بالمعرض الفني الكبير. بس لسه ما نعرف وين بدنا نحطهم. طيب أنا عندي الشيء اللي محتاجينه. قرقور، كيف ممكن قميص مبلول يساعدنا؟ بسمة، أنا جربت وعملت اللي علي، وهلأ رح أنشر أوعي المبلولة. زاد، قرقور أعطاني فكرة. شو رأيك نعلق لوحاتنا على حبل الغسيل؟ هي لوحاتكم مبلولة؟ لا قرقور، بس إذا علقنا لوحاتنا على الحبل وهيك رح يقدر الكل يشوفهم وما رح يتوسخوا. بالضبط هيك. يلا خلينا نعلقها. هنا. طيب لازم نخطة. أول شي نربط حبل الغسيل تبع قرقور من هاي الشجرة لهنيك. بعد هيك نستخدم الملاقط لنعلق لوحاتنا. وبعدين بنعزل جاجة والطيور. وأنا قرقور. وأنت كمان قرقور على المعرض الفني الكبير. في عنا خطة. قرقور، ممكن استخدم الحبل وملاقط الغسيل تبعك؟ جاد، بيشرفني إنه تكون لوحاتكم الحلوة معلقة على حبل الغسيل الخاص فيه. شكراً قرقور. أنا رح أربط حبل الغسيل بين هدول الشجرتين. حبل الغسيل مو كتير طويل. ما في مشكلة، بنجرب طريقة تانية. يا ريت لو كانوا الشجرتين أقرب من بعض. أنا عندي الحل. أنا رح أخذ استراحة. فكرة ممتازة قرقور. أظن إنه إحنا لازم نلاقي طريقة تانية. صح، خلينا نوقف ونفكر بشي جديد ممكن إنه نجربه. لحظة، شو بصير لو عملنا هيك؟ لو ربطنا حبل الغسيل بين الشجرة وعلم قرقور. فكرة حلوة. كنت متأكد من أنها كانت فكرة منيحة. كانت فكرة منيحة جاد. صح ما نجحت، بس أعطتني فكرة جديدة. رح ألف عرباية قرقور هيك، ورح أربط حبل الغسيل بالعرباية بدل العلم. هيك صار كتير أقوى. حبل الغسيل صار طوله بكفي وكتير قوي وبيحمل اللوحات. نجحنا! نجحنا! كتير رائع! ما أحلاهم! كتير حلوين! فكرتي كانت ممتازة! مرات ما بتزبط منجرب ومنجرب، وإذا لسه ما عم تزبط احذر شو منضل نجرب. لما تصعب الأمور ناخد استراحة بنوقف ونفكر بشي تاني، وإذا لسه ما عم تزبط منجرب ومنجرب.